السلام عليكم، كيبقيتو هانيين لاباس؟ اليوم غنديرو لكم الكاري، نتمنى يعجبكم. غنوريكم الطريقه ديال الكاري كيفاش تيتصايب. تحميره، كمون، الابزار، هذاك خرقوم، سكينجبير، كنقزبر ومعدنوس، ثومه، ضمد كنور، هذه حاره الفلفله رقيقه، جوج حبات مطيشه، جوج بصله، شويه ورقه سيدنا موسى، الدجاج على حسب، يا كيلو يا نص كيلو على حسب الناس اللي عندكم، شويه الملح، كاس الزيت مخلط، البطاطا هي مقطعه جوج حبات، عطريه ديال الكاري، هذه خاصه بالكاري، ها هي العطريه ديال الكاري خاصه بالكاري، دابا غندوزو ان شاء الله نصايبو شارميله ديال الدجاج. الدجاج كتقطعوها كيما بغيتو، الدجاج قطعها كيما بغيتو. غنطلع يدينا باش تدخل لها الشاميله ديالها، نغرقدوها شحال هدا وندوزو نصايبو الروز ديالنا. دابا غندوزو نصايبو الروز ديالنا يطيب. إلا درتي ربعة الكيسان ديال الروز ديري خمسة ديال الما على حسب، دايما كاس ديال الماء زايد. عندي ربعة ونص ديال الروز، ربعة الكيسان ونص، في خمسة الكيسان ونص ديال الماء. دابا غنغسلوه بالتغسل مزيان حتى كتحيد ديك البيوضة ديالو. دابا غندوزوه يطيب، هاد
الماء كاين، الا كانت عندكم ما ديروش مسحوها من الماء. ماكينه خاصه ديال الرز، راه نديرو 5 كيسان ونص، حيت درنا 4 ونص ديال الرز. دابا درنا الكوكوط سخون مزيان، حتى كتسخن تنخبو الزيت هو الاول. الزيت كنديرو هاد العطريه هي الاولى، كتقلى بالصلصة شوية، كنزيد عليها نظيفة، قطعها حتى طويلة شوية. هي تقلت البصلة و ديك النظيفة، حنا دابا غنديرو الدجاج. شغلو هو اللول، خلوه يشرب وقت الشرميل باش كيجي لذيذ. غنزيدو عليه دايما نور، نزيدو التومة، نديرو هذا ورقة سيدنا موسى، هاد القزبر وبطاطا تا كيقرب يطيب. دابا نخليوها طيب ان شاء الله ونكملو معاها. دابا عندنا العدس هذا هويا الاحمر ديال الباكيه، غنديرو ثاني 3 الكيسان ديه، نعمرو 3 الكيسان ديه، كيتغسل كيما الطريقه ديال الرز.
وصلتو خمسة المرات. يلا عاد حيد منه ديك البيوضيه، يلا ندوزو في طيب. درنا جوج كيسان ديال الماء وداكشي على حسب، كان باقي ما طابش غنزيد نديرو هي طاب. كنديرو شويه هاد العطريه ديال الكاري خاصه به، هاد العطريه ها هي شي معلقه صغيره. نديرو شويه ديال الملح، شويه ديال الملح صافي وكيطيب. صافي دابا نشعلو ليه. دابا حنا شعلنا ليه طيب، ملي غادي يطيب ان شاء الله تشوفوا معنا الشكل ليه. دابا الرز هو طاب، البطونه هي طلعت الفوق، هاد البطونه الحمراء طلعت الفوق، كتبقى محافظه على السخونيه ديالها، ملي كيبقى سخون كنبغيو نحضروه. دابا شوف كيفاش جا، جا حبه حبه. هذا الخبز ديال الهنود كيقليوه وكيحطوه مع الكاري. جبت هاد الورقة هي زرعاها عندي، وغسلتها مسحتها نشفتها مزيان. واللي ما عندوش هادي يدير ديال البنان، واللي ما عندوش ديال البنان ماشي مشكل يدير في الطباصل. دابا حنا كنصوصو الرز، كنستفوه كنقادوه. كنجيبو الكاري كنحطوه نستفو فوق الرز، كنسقيوه وما كيسقاش مزيان غير شويه، وكنجيبو العدس وتنديرو من الفوق منه. اللي قلينا كيجي مقرمش وزوين، ونتمنى يعجبكم بالصحة والراحة.